مشاهدي الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حصاد السنين، وفيها سوف نستكمل ما كنا قد بدأناه مع الأستاذ عبد الوهاب جحاف، فباسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب. مرحبا أستاذ عبد الوهاب، حياكم الله ورعاكم. وسوف نبدأ نقاشنا هذا من بيان الثورة الأول. حدثنا عن البيان، كيف أذعتموه، كيف وصل إليكم، وكيف أذعتموه قبل الثورة، قبل الانفجار، قبل المغرب. وصل إلى باب الإذاعة عبد السلام صبرة وحسن العبري وطلبوني أخرج إليهم. خرجت، سلمني عبد السلام صبرة بيان الثورة، قرأته، قلت هذا البيان يسلم للضابط الذي يوصل، الضابط ورديته. قال خليه عندي، قلت لا، يسلم للعسكري الذي سيوصل. ما قد كلموليش من هم العساكر الذي سيوصلوا. أيوة. سلمت عبد السلام صبرة، وأخذ عبد السلام صبرة وسار للعرضي وسلم القيادة، وقال عبد الوهاب جحاف يسلمها للعساكر الذي يجوا إلى الإذاعة. وصلوا الإخوان الساعة 11 إلا ربع ليلا إلى الإذاعة، صالح الأشول وعلي قاسم المؤيد و15 ضابط آخر، يعني هذا علي صالح الأشول قايد للمنطقة كاملة، وعلي قاسم قايد للإذاعة. وصلوا، انتظرت أين البيان؟ علي قاسم دوره، والبيان مسلم له، نسي أنه وضع في المدرعة. أنا كتبت البيان عندي خاص بي، وانتظرنا طول الليل أبد ما جاءوا المهندسين، أرسلنا لهم شغلوا الإذاعة. احنا جاهزين لكل ما هو تحتاجه الإذاعة. جاءوا المهندسين وأمرتهم باعتباري مدير للإذاعة يشغلوا الإذاعة. قالوا أنت المسؤول؟ قلت أنا مسؤول. ومشيوا شغلوها صباح صباح. علي قاسم كان ما مش بيده شيء، لأنه قد يمكن نسي في القيادة في العرضي، وقد يمكن البيان في لا ندري كيف حصل. كان في ربكة. ها؟ كان في ربكة. ايوه. حط حق البيان. وافتتحت الإذاعة. جالي عبد الله حبران ومحمد الفسيل فجر بعد الفجر. وطلبوا أن يكونوا معايا. أهلا وسهلا. وطلبوا أن يكون لهم صوت صوت. دخلناهم إذاعة. هنا صنعاء إذا عدت كذا، وبشيت مسكت الإذاعة ميكروفون وأذعت البيان الذي كتبته، موجود يعني معايا، موجود إلى الآن ومسجل في الإذاعة والإذاعات الأخرى التي جاءت فيما بعد مسجل عندها. أخذوا أنه هذا بيان الثورة. هذا بيان الثورة، بل أنا مدير الإذاعة وهذا بياني. إنقاذ موقف. يعني إنقاذ الموقف.
البياض لقيها على علي قاسم بعد 3 أيام في الدرج حق المدرعة، وضيع في ما بعد يعني نشر نشر في الثورة في صحيفة نشر في صحيفة الثورة ما عدا. المهم مسكت الإذاعة، أذعت البيان الأول ورددت الإذاعة، وواصلت يعني مسك الميكروفون إلى ظهر. توالت البيانات التأييد تقريبا. التأييد جاءت لنا أولا من تعز. من تعز. وبعدين من الإخوان من الحديدة. وطبعا وصلوا مجموعة مسؤولين يذيعوا تأييدهم، ودخلناهم منهم القاضي عبد الله الشماحي، الأستاذ البلولي مدير الإذاعة له احترابي، قلت له يمسك المكتب وأنا مشغول بالميكروفون، هذا واصل وهذا عسكري وهذا ضابط وهذا متقاعد راقد في جاوا يشتغلوا الكل. ايوه استبشر خير طبعا هذا لهم لانه كويس اذا عثورة. والبرقيات بدات تاتي له من كل مكان ونذيعها، المذيعين جاءوا بكلهم ما تاخر احد منهم، وسلمنا لهم ما كتبه الاخ عبد العزيز المقالح لأنه صباح اليوم الأول جلست أنا وياه قلقنا على أنفسنا، هو يكتب بلاغات وأنا أكتب البيان الذي أذعته، وسلم ما كتبه للمذيعين يذيعوا زي البابلي زي الباخذي البلسوري كلهم أذاعوا كلهم تكلموا يعني ما تخلف عنهم يعني. الرقيلي جاء اليوم في النهار. أيوة البقية كلهم مذيعين. طيب رصدتم ردود الأفعال الإعلامية الدولية تجاه حدث الثورة، هل كنتم ترصدوه؟ هذه الإذاعة لندن إذاعة يعني مراقب دوليا وفي مراسلين وأخذوا كل ما أذعناه وكل ما قلناه ونشروا في لندن أخذ في أول القاهرة صوت العرب وإذاعة القاهرة ولندن أول بل تكلم كان ينقلوا عن إذاعة صنعاء عن إذاعة صنعاء وكلها إذاعة صنعاء ما يعني مراسلين ما فيش عندنا مراسلين ولا لكن المراسلين الموجودين وما سمعوا أذعوا عما حصل في صنعاء. الإخوان يعني قد لي تعب دهار قد لي لي 7 أيام وأنا في الإذاعة لا أنام إلا الصباح بعد ما يروح الناس. كانت مهمة صعبة وخطيرة. ماشي سهلة. أنت حتموت. يعني إحنا وقفنا أنفسنا إما أن ننتصر أو نموت. ما بشي صحيح ما بش غير هكذا، ولكن الإيمان كان موجود لابد من قوة الثورة، وعندنا يعني قلوبنا كثوار منتصرين. وهذه اللحظة انتظرتموها 10 سنين، كانت لحظة فارقة يعني بالتاريخ. هي ساعة
هي ساعة تاريخية، الواقع ما حدش يعرف ان احنا كنا منتظرين للموت. هذه حقيقة يعني. صحيح. احنا كنا منتظرين للموت، اما موت او 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 نصر. نعم. وانتصرنا. بدأت المشاكل. كان لابد انها الضباط يتحرك. محمد مطهر الذي وجه المدافع الى دار المشاهير. البدر خرج، البدر كتب رسالتين، الاولى والثانيه، يطلب انه يتركه يخرج. لمن وجه الرسائل؟ الى القياده. مش الى، هو مش عارف ان السلال مع الثوره. لا هو كان يعتقد ان عبد الله السلال ما استطاعش يخرج من بيته، وانه قد ربما مسكوه، قد ربما هكذا كان. البدر في النهاية الرسالة الأولى أرسلها وفشلت، واحد اسمه مع واحد ضابط عسكري عنده اسمه الغرباني، وبعدين الثانية مع صالح بيته هناك في دار في الشارع، الشارع الرئيسي هذا الذي يؤدي إلى عصر، شارع السلال هو أو شارع الثورة هكذا يعني. لما عرف بصاحب الذي هذا صالح الصربي اعتقد او نصحه يا مولانا اخرج، خرج البدر من البوابه الخارجيه هيك، وكان البوابه ما الباب ما بيفتتح، لكن جاء ايوه كان في معنا شيخين، الشيخ عبد الوليد ذهب والشيخ عاطف المصلي، حاولوا الاثنين طول الليل ان يلتقوا ان يدخلوا الى البدر او يدخلوا الى القياده، ما استطاعوا. اخيرا الشيخ عبد الوليد ذهب جري نفسه وروح له رداع، وعاطف المصلي طلب اهل البرع دخلوا القبائل، والبدر تمكن من ان يخرج مع مجموعه 15، منهم اثنين واحد اسمه أمان والثاني نسيت اسمه، وخرجوا مع البدر إلى أن دخلوا خارج الباب وبشي برجله مع أصحابه الذي جاءوا من ضلع. وصل لضلع وتوجه إلى عبرة على أساس محمد مطهر زيد الذي كان بيده المدفعية ومسلط لها على دار المشاهير، لما عرف أن البدر خرج جري نفسه وعبره، سبقه إلى عمره، سبق. فلما وصل البدر لقرب عبره بعد حوالي دقائق ويوصل، لقيه واحد قبيلي يقول إلى، قال إلى عبره، قال قد سبقك محمد مطهر الذي جلس يربي دار المشاهد. فرجع توجه إلى مسور حجة، إلى مسور حجة ما هو كان معه قبائل من هبدان وغير هبدان والية، ما وصل مسور إلا وقد معه 500 مقاتل، وبعد تجمعت القبائل هناك، لكن الجماعة كان معانا في حجة 3 ضباط كانوا في السجن، علي سيف الخولاني وهاشم الحوثي وحسين المقبلي، هؤلاء ضباط من الضباط الكبار. كان البدر قد غضب عليهم حبسهم في حجة، وأطلقوا بعد الثورة بعد ما قامت
في طريقهم إلى لا أطلقوا قبل ما تقوم الثورة. أيوة هم في طريقهم إلى صلقة وصلوا إلى وادي شرس وسمعوا اللي في ثورة في صلقة رجعوا إلى حجة ومسكوا حجة الثلاثة واجهوا البدر لما مسك بسور تجمعت لها القبائل وتوجه إلى حجة معتقد أنه حيدخلها كما دخلها أبوه سيعاود الزحف إلى صنعاء بعدها. بعدين وصل وإذا الحجة فيها رجال كديه حصل قتال في جبل نعمان وقتل مجموعة منهم ومن الثورة ورجعوا توجه البدر إلى الحدود خرج من حجة من تحت جبل نعمان دخل أول عبس بعد بني عكاب وبعد دخل إلى لدبعة الشيخ علي اللدبعي استقبله وغده وعشاه ودبعه مجموعة من لدبعة. لدبعة هذه قبيلة صغيرة لكنها قبيلة شرسة مش عادية. وصلوا البدر إلى المحابشة ورجعوا. دخل البدر المحابشة استقبله واحد اسمه حسن محمد جحاف مننا نبي قاتله وحده قتلوا بالحجار أولا الذي مع البدر تجمعوا قبائل في الطريق بالحجة إلى المحابشة وقتلوا ذي حسن ابن محمد جحاف الله يرحمه وتوجه إلى الحدود وانتهى هنا مسيرته وصل الحدود تجمعت القبائل وأرسل إلى مركز اسمه العبيسة كان ماسك لها واحد بيت جحاف عب ذيها الذي قتل في المحابشة عب لأن هي المحابشة كانت بيت جحاف وكذلك العبيسة أرسل بل يقتل ذي كبير بيت جحاف عبد الرحمن جحاف خرج يستقبلهم قالوا احنا جينا نقتلك وقتلوا في باب بيته والله سنواصل الحوار بهذه القضية إن شاء الله ولكن بالمحور القادم إن شاء الله مشاهدي الكرام فاصل ثم نعود مشاهدي الكرام نعود مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار أستاذ عبد الوهاب أنت انتصرت الثورة ودخلت القصر الجمهوري عملت أولا مع عبد الرحمن البيضاني كيف تعرفت على عبد الرحمن البيضاني وكيف كان العمل معه يوم وصول البيضاني والزبيري من القاهرة خرجت إلى المطار أستقبلهم مع الناس مع المسؤولين ودخلنا إلى القصر الجمهوري في الدور الثاني دخلوا هناك ومشيت أقدم الزبيري يلقي كلمة كان ألقى الكلمة قدمت تقديم لائق بالزبيري باعتباره شخصية يمنية حر ثائر فقدمت تقديم ارتاح البيضاني بعد ما كمل كلمته توجه إلى بيته البيضاني هزرني قال أنت عبد الوهاب جحاف
قلت ايوه. قال انا مطلع على تقارير عنك، يعني الذي كان في اتصالي التقارير. بمصر، اللي ارسلت له الخبر. قال انت مديري، مدير مكتبي. قلت انا الان مدير الاذاعه ومدير القصر الجمهوري. قال خلاص انت مدير القصر الجمهوري، انا ظليت في الاذاعه. ظليت في الاذاعه، لكن رايح الى الاذاعه وارجع الى القصر، يعني ليل نهار ما هي فيش، يعني عملي عمل ثورة، يعني مسؤول في الإذاعة، مسؤول في القصر الجمهوري. القصر الجمهوري مليء بالقبائل الواصلين من كل مكان، والإذاعة واجهت الثورة، هي كل شيء. هي صحيح. كل شيء صحيح. كان يؤلمني لغة البيضاني، يعني احنا في وادي، احنا ثوار، وهو يشتي من هو؟ دخلت انا وياه في نقاش. ما هي اللغة اللي استفزتك بالبيضاني؟ لغته ما مش مع لغة يمنية. لا، لهجته مصرية، اللهجة يعني تقصد؟ لهجة مصرية، وما يعرفش اليمن ابدا. يعني يعرف من هم اللي ما هي اليمن. هو زار اللي بقى أيام الإمام في 48، وقف إلى جانب الإمام، والإمام عينه في الأسباب الخارجية، ثم عينه كايب بعبان في ألمانيا، ثم طلبه وعينه في يعني في ما يسموها محاربة الجرائم. القرد في اتهامه، في اتهامه للوزير فواض في سفر الى مقاتل القرد. البيضاني صايح ثانويه. كانت علاقه متوتره بينكم؟ توترت. و يعني يشتي يتكلم مع واحد مسؤول ثوري، ما هي شيء، مش من السهلة. نعم، مش مدقق، يعني مش موظف عادي. لا، قلت له اجلس وحدك. واليوم الثاني قدم لي العساكر الضباط الذي جاءوا معهم من مصر يتوسطوا بيني وبينه. ضباط مصريين؟ مصريين. واحد اسمه محمود، هذا قائد كبير، وكان مدرس في الكلية الحربية اليابانية، يعني الضباط كلهم يعرفوه، وشخصية ما محترمة. قدمه إلي أني أتوسط أعود إليه. قلت قل له يجلس في مكتبه ويخليني في مشاويري أنا. وكان رئيس الوزراء ونائب الرئيس، اليس كذا؟ سوى نفسه نائب الرئيس. وكان يمسك رئيس، يعني سوى نفسه هو. اولا جمع المسؤولين اليمنيين وارسلهم الى القاهره، ثم الى المناطق التي اعترفت بالجمهوريه، واذا هو وحده مسؤول. القاضي الإرياني والمروني والزبيري والكل ساروا إلى القاهرة يشكروا مصر، وساروا إلى سوريا يشكروا سوريا، وساروا إلى العراق يشكروا. وإذا هو بيتخلص تخلص منهم. الحمد لله، يعني مسكت كل شيء ولم يستطيع عمل معي يا ضدي شيء. وإلى أن جاء وقته في شهر رمضان بعد 3 أشهر، اجتمع المسؤولين اليمنيين، القاضي الإرياني والزبيري والمجموعة بعد ما عادوا من الخارج، رجعوا بسرعة ما تأخروش.
وبعدين كان البشير عابر والسادات موجودين في القيادة وصلوا من مصر. هذا كده بعد 3 أشهر في شهر رمضان البيضاني بيتصرف تصرفات غريبة، فما كان من القاضي الإرياني والزبيري ومجموعة من العساكر منهم محمد مطهر زيد. أما علي عبد المولي فوق قد قتل في طريق مارب بعد الثورة ب7 أيام. إيه محمد مطهر ده رئيس أركان، وجاء هو والقاضي الإرياني والزبيري وده إلى عند عبد الله السلال بالنسبة لبصير البيضاني، بيكلموا عبد الله السلال بما اتفقوا. فقال ايش يقولوا الاخوان المصريين اللي احنا طردنا البيضاني؟ هم بيقولوا طردوا، لكن افتجع. قالوا احنا جينا من عند المشير عابر الان والسادات للقيادة، هم موافقين على إبعاد البيضاني. أيوة، وقالوا هذا شأنكم، شأنكم تتخلوا أو تطردوا بس. السادة عامر يعني كان موقفهم هكذا؟ أي موقفهم واحد، هو البشير عامر. دعي البيضاني اتصلت به أنا الجماعة يشتوا، وصلنا البيضاني، وصلنا بيت السلام، شاف الجماعة زبيري وإرياني ومرغني محمد مطهر زيد افتجع. قال ابن السلام عبد الله السلام قال أنا أشهدكم على البيضاني، إحنا في خطر، المصريين وعدونا أن يرسلوا، ما أرسلوا لنا شيء، مجموعة ضباط بدون جيش، صياح السلال. البيضاني قال أنا دلوقتي أتصل. قال اشهدوا عليه، أنا أشتهي يصير منذ الصباح، اليوم الصباح يصير هذا الليل إلى القاهرة ويرجع لي اليوم الثاني. قال لي البيضاني اتصل بالإذاعة، جواب الريالي قال لا يتصل بالإذاعة لأن أنت شخصية كبيرة وتطير طائرة، تجي لنا أي طائرة تقتلك. وافق. واليوم الثاني أرسلنا برقية، أنا أرسلتها على السلة، كتبتها وأرسلتها إلى القاهرة بمصير البيضاني. كان عملية التخلص منها، تخلصنا منها خلاص. البيضاني وصل القاهرة وفي معه رسالة من السلال، ورسالة من السلال مع محمد الجرموزي وحمود بيدر. حمود بيدر والجرموزي أرسلهم السلال معه يحملوا رسالة ثانية ببقاء السلال ببقاء البيضاني في القاهرة لا يرجعش. يعني كان تخلص نهائي. ايوه، دخلوا الثلاثة البيضاني والجربوزي وحمود بيدر، دخلوا عند عبد الناصر. البيضاني مع رسالة من السلال على أساس أنه يؤدي واجبه ويرجع، ورسالة من السلال مع الجماعة بمنعه. عبد الناصر مسك الرسالة حق البيضاني وقرأها، ومسك الرسالة حق بعد ما خرجوا قرأ حق السلال الذي هي ضد البيضاني. خلاص اداه عابره، بقى البيضاني فيه. البيضاني اليوم الثاني راح السفارة اليمنية يلقي خطاب انه باعتباره شخصية الرجل الرقم 2، الرجل الثاني في الله، وهو بيلقي خطاب أمام الطلبة وصلت برقية من السلال بعدم عودته.
وصلت له عند السفير الأمريكي الباشا أحمد الباشا. أيوة صاحب تعز الله بيت الباشا حق تعز. في تعز في إب وفي إب. المهم الباشا في ناول المعلمي أحمد المعلمي وحسن السحولي كانوا موجودين عنده يخرجوا يبلغوا الطلبة والبيضاني بيخطب أمام الطلبة فبلغوه فتوقف على قال ذهب من السلال أنا أعرف السلال. نعم أنت ظليت المستشار الإعلامي للسلال أيضا. أيوة كيف كان طبيعة علاقتك بالسلال؟ السلال الله يرحمه أنا عنده الليل والنهار أجي للصباح وما أخرج إلا بعد منتصف الليل لكن ما فهمش يتكلم أي كلام مع أمريكا مع المصريين الصحفيين مع اليمنيين الصحفيين بكلام فكنت أنتبه باعتبارك المستشار الإعلامي المستشار الإعلامي تكابر لا أنا وياه كابر الصوت قال لي أخرج خلاص رحنا أنا وياه لشباب وتصايحناها هناك بعدين رحنا مروحين في السيارة بالتكابر داخل السيارة حقه توقف قالوا بيقل السواق وقف زل عبد الوهاب الردي علي بن باجي القوسي الله يرحمه عرف ما بيني انا والسلام جاء حل محلي وقال لي اخذ السياره حقه اخذت السياره حقه وروحت بيتي لكن بريت على الاذاعه ما يستطيعوش يطردوني طرد هكذاك ما يمكن لأن أنا واحد من الزملاء حي يقفوا إلى جانبي 100% بالإذاعة وبال بالإذاعة وفيها غيرها بالقصر أيوة صايح أنا وصل خلاص يقوم يأمر بسفري إلى مصر ما رضيت جلست شهر. إيش المبرر للسفر؟ علاج كان علاج ولا بسم الله أسير القاهرة جلس لكن في الأخير جاءوا الإخوان دخلوا لعند السلال الرحوبي وصالح الأشول وعبد الوهاب الشابي وغيرهم ناجي علي الأشول دخلوا وقال هذا عبد الوهاب جحاف ابن الكاكا هذا زميلنا وصديقنا وعزيزنا قال أنا قلت له يصير يتعالج قالوا علاج قال علاج وصلت القوس أنا كان ضروري أسافر لما بالله حل تكابر وتصايح صحيح سافرت جلست 8 أشهر بدون معاش السفارة تصرف علي شوية شوية وأخيرا جاء القاضي عبد الرحمن وصبرا إلى القاهرة وعبد الله السلال كان في مستشفى غبرة في القاهرة أخذوني ورحنا عند السلال بيقولوا لي عبد الله عبد الوهاب جحف جالس هنا لا عمل ولا كذا وبه تشتيه وهو يشتي أبوه قال في معانا مشكلة في السودان ما رأيكم يصير يحلها هذا الجالية فإذا هي معظم الجالية في السودان من الحدا وعنس وقيفة والمشكلة هي بين قيفة والحدا في صنعاء في اليمن وانتقلت إلى الجالية إلى هنا فقال قد انتقلت الحرب بين الأهلاك والسودان قالوا ما رأيك؟ يقول لي القاضي عبد الرحمن ما رأيك؟
قلت بوافق، لأن أنا كل ما أشتي أهرب من القاهرة يردوني من المطار، لكن السودان ما حيرد لي. سرت للسودان، كان القائم أعمال السفارة هناك محمد القوسي. محمد القوسي ابن محمد بن الشيخ محمد من الحدا القوسي، ابن أخو علي بن ناجي القوسي، هو صديقي. تجي للسلام، قلت هي أنا شاح بلي محمد مع القبائل فترة وأرجع لي صنعاء. هاي حليت المشكلة بينهم، قال يا مساكين يشتغلون، كل واحد يشتغل لنفسه ويجمع على قرشين ورجع قرش، يعني مساكين. جلست هلا شوية رجعت صنعاء. سنواصل يا أستاذ، نتوقف إن شاء الله مع فاصل قصير ثم نعود لاستئناف الحوار عند هذه النقطة. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نعود. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم إلى استكمال هذا الحوار مع الأستاذ عبد الوهاب جحاف. أستاذ عبد الوهاب، توقفنا عند مهمتك في السودان وعودتك إلى صنعاء. بعد عودتك إلى صنعاء، ما هي الخطوة التالية بحياتك؟ اليوم الثاني من وصولي صنعاء رحت أزور السلال. قال يا جدنا ما قد جابك، قلت أزورك فقدتك. كلم الجربوزي السكرتير، سجل عبد الوهاب جحاف معنا في زيارتنا للصين. أهلا وسهلا بالصين. وجاء وفد كبير كان، ورحت الصين. وبعدين مرض عبد الله صبره في شرق هاي، ودخل المستشفى سوى عملية الدودة الزايدة. هذه فرصة للسلال، يقول لي، يقول عبد الوهاب جحاف ينتظر مع عبد الله السلال، مع عبد الله صبره في الصين. في الصين جلست معه لومة بخير، خرج من المستشفى ولحقنا الوفد الذي يرأسه عبد الله السلال إلى موسكو. وصلنا إلى موسكو، وقد سافر إلى القاهرة السلال، لكن سوى لي قرار بمنعي من السفر بعده. خلاص عبد الوهاب جحاف مستشار في السفارة. أهلا وسهلا. جلست في موسكو، انتظرت الدولي معاش 3 أشهر ما بش مهمة بدون معاش. أيوة، يعني موظف رجل ثاني في السفارة بدون معاش. أكو بجيب نفسي وأسافر إلى القاهرة. جيت وعبد الله السلال في القاهرة، دخلت أزوره، وقدري بيد الشيخ سنان أبو لحوم، وهو صديقي. سنان حيسافر إلى الجزائر، ويسافر بعدين أولا للعراق وبعدين الجزائر وبعدين. قال هيا أخذك معايا. رحت الاثنين، سلمنا على السلال في بيته الذي هو في القاهرة. هيا ماك يا عبد الوهاب، ما جابك بعدي؟ قلت ما أتركك أبدا. سنان قال قده معايا، هاخذها معايا إلى العراق. العراق الكوليسي في معهم الذكرى العاشرة للثورة العراقية. سافرت أنا وسنان العراق، بعدين الكويت، بعد الكويت إلى الجزائر. رحنا الجزائر، ورحت قلت يا سنان أنا بعث إلى صنعاء. قال ولا يهمك. أخذني معه إلى صنعاء، وعبد الله السلام عرف الذي في صنعاء،
يا جده، جابوا ثمر خمر، فإذا أحمد اللعبان يطلبني إلى عين. قلت لا خبر، مؤتمر خبر. قال لا، أشتيك تأخذ الإذاعة. اشتري ذاك الإذاعة. أخذ الإذاعة أستلمها، وهم في مؤتمر خبر يعملوا كل المسؤولين. عبد الله السلال ساكت مش فاهم أنني أستلم الإذاعة، وهذا يجل جنونه. استلمت الإذاعة، وكان نحن في ثورة صياحي ودوشتي ولي. حاول يتصل بي، ما برد عليه أبدا، يهدئني ما بيهدئني. أنا بعثت الجماعة اللي هم مختلفين مع السلام. مع السلامة. الضعف انتهوا الذي هم مختلفين، وأرسلهم إلى القاهرة يحتبسوا. فعرفت الحكاية، تركت الإذاعة، وبدل من البقاء حيحبسني، قد دخلني الحبس. هي أنا ومجموعة من الزملاء، أحمد دهباش وحتى الزداري دخل معنا في الحبس. وفي الجماعة قد سافروا القاهرة واحتبسوا هذاك القاضي عبد الرحمن، قيادة الدولة، وقالوا له هذاك له مكانة. دخلوا في الله، والبقية كلهم في الحبس. الأستاذ نعمان وحسن العبري 150 شخص دخلوا الحبس. وأنا خرجت من الحبس، وقالوا لي لا تتكلم مع السلام، خلي غيرك يتكلم وأنت اسكت، لا هو يشتيك. رحت لعند السلام مع المجموعة، أحمد الشجلي والزداني وغيره، بيجي يتكلم لكن جالس لغته إلى عبد الوهاب جحا. ليش كان يعني كنت خايف لا أبقى في بأي صورة من الصور؟ هل كان لديك طموحات كبيرة؟ يعني كان خايف لو أقوم بمظاهرة، ولا أنا كنت مجهز نفسي للسفر، عملي في موسكو سفارة. أيه. الصباح بعد ما كملنا حتى كمل المنتظر اتكلم السلام، قال هيا بالله عليكم، ما بيني وبين عبد الوهاب جحا. عبد الوهاب قال له اللي عمل لي ضدي، ولا جواب ابدا. قالوا خلاص كمل الجلسه، كملت الجلسه كل واحد راح. اليوم الثاني صباح بدري اروح المطار، والطائرة الفولفو الروسية دي موجودة تأخذ كل صباح سايرة جاية. دخلت على طول الطائرة بدون تكليف. أنا أروح موسكو في يدي حقها البيع، حقها القرار الذي فعلها في موسكو. أيوة يعني أنا آخذ حذري منه. والجماعة دخلهم الحبس كلهم، وضربوهم ضربوهم وشبتوا بهم. أنا دخلت الطائرة رحت مسكوت. أرسلوا لي بعدين، أرسلوا لي المرتبات، وجلست في مسكو 4 سنوات 5 سنوات. رجعت وقد روحنا قد بعدوا قد بعدوا السلة. أيوة. بعدين واصلت العمل بالسفارة. واصلت عملي في السفارة إلى أن انتهى عملي بعد 5 سنوات. وصلت إلى صنعاء وأمامي القاضي عبد الرحمن قدام الرئيس، و
بسرعه عيدني مره ثانيه اروح ليبيا. حسين افتتح السفاره في ليبيا وجلست في ليبيا 6 سنوات، سنتين ونص، ومره ثانيه 6 سنوات وخلاص انتهى. ابري الى ان جاء الاخ ابراهيم الحديدي رحمه الله، حاول يبقي لي عنده باليمن، في اليمن في مكتبه ولا ايوه. وانا قلت له انا الان معين مره ثانيه في موسكو، تحتاجني ارسل لي برقيه وانا ارجع، انا اوصل زوجتي الى المستشفى في موسكو. كان وضعه مشي ولا بد. وصلت موسكو، دخلت زوجتي المستشفى، بدأت العمل، منتظر الطلب الأخ إبراهيم الحمدي رحمه الله. وصل لي خبر أنه قتل، قتلوه. أنت في موسكو؟ ها؟ وأنت في موسكو؟ وأنا في موسكو، وتألمت وحزنت وما زلت والله حزين عليه. ما هي حكاية الرسالة التي وجهها لك الحمدي؟ إبراهيم أجلس فيه، يبدو لي هو قد عينني في وزير للشؤون الاجتماعية والعمل. هذا ما وجدناه في البيان الحكاية فيه قبل ما يقتل. قبل ما يقتل، ما قتل، فطلبت، لكن الطلب فشل وجلست في موسكو. والمحطة الثانية بعد موسكو وين كانت؟ بعدين أنا ليبيا، بعدين سوريا، بعدين الجزائر، ثم ليبيا، ثم موسكو مرة أخيرة. ليبيا مرتين وفي موسكو مرتين، وعدت إلى صنعاء وجلست في بيتي. لا جاءوا لي الجمعية وطلبوا أن أكون قائدا لها، فإذا الجمعيات في اليمن تحتاج إلى دراسة أولا. جمعية ماذا؟ جمعية الإنباء والإسكان. هذه دخلت في مشاكل ولا بخرج منها إلى الآن 20 سنة. جمعية سكنية أليس كذلك؟ جمعية إنبائية سكنية. الجمعيات هي لمن يريد أن يدخل مستقبل جديد. الهند قبل 40 سنة كانت تنتظر من يقدم لها مساعدة. الآن الهند دولة عظمى، أسواق العالم مليء بما تنتجه الهند بسبب الجمعيات. الجمعيات تحتاج إلى شخصيات تعرف ما هي مهمتها، اقتصاديا، عسكريا، تعليميا. اليمن يقبلها ويخرج من الركود والجهود، لكن مع الأسف فشلت كل الجمعيات. دخلت في مشارع، في مشايخ، وفي دخلت في مشا في شرايع، شريعة باشن. انتهت الجمعيات. جمعية الإنباء والإسكان اللي أنا رأسها، أعدت كل أرض لصاحبها، 152 عضو، كل واحد أخذ أرضيته. والله ما أعطوا لي ريال واحد، كلها من جيبي من حين استلمت في 2003 إلى الآن. كلها على حسابي. كانت هذه المحطة الأخيرة بحياتي. محطة أخيرة مؤلمة محزنة لي. أنا مديون أكثر من 60 مليون، هذا بسبب الجمعية. الله يسامحهم.
أستاذ عبد الوهاب شكرا جزيلا لك على منحنا هذا الوقت. عفوا الله معكم، شكرا كثيرا. وعفوا أنا إذا كنت السل عبري الآن كبير 86 سنة ما شاء الله، لعاد لحافظ بعض الذاكرة حاضرة. نحمد الله ونشكر الله، الله معكم واليمن إلى خير، اليمن له مستقبل إن شاء الله. المهم الإخاء الأخوة. كيف تبني بلدك؟ إذا كنت مع الناس كلنا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدي الكرام، بهذا تنتهي هذه الحلقة، نلقاكم بحلقة أخرى وضيفا جديد. حتى ذلكم الحين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.